أهلا بيكم في أولى حلقات برنامجكم صحتك مع مروة غنيم. فكرة البرنامج كنت هنفذها من فترة كبيرة جدا، وكل مرة كنت بحاول أني أدخل وأبتدي كان في ظروف خارجة عن إرادتي بتمنعني وما استكملش. وها أنا خدت القرار وقلت هبدأ إن شاء الله، ويا رب أفيدكم زي ما تمنيت بالضبط. فكرة البرنامج كلها إفادة وتوعية طبية وتجميلية. هستعين طبعا وهستضيف نخبة كبيرة من الاستشاريين والأطباء وخبراء التجميل، ويا رب بالفعل أفيدكم. أول فقرة معايا مع أستاذ دكتور علي الشريف، استشاري أمراض القلب والبطنة. وأول سؤال سألته له عن الصدر. طبعا كتير مننا بيحس بألم الصدر ومنبقاش عارفين سببه إيه، لأن في تعدد لأسباب ألم الصدر. كان ده أول سؤالي، ما هو أسباب ألم الصدر؟ تعالوا بينا نشوف رد دكتور علي علينا إيه مع بعض. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفوق كل ذي علم عليم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن في القلب نطفة، إذا صلحت صلح القلب كله، وإذا فسدت فسد القلب كله. نتحدث اليوم إن شاء الله عن موضوع الذبحة الصدرية. كلمة الذبحة الصدرية لما فسرها تفسير سليم نقول إنها قصور في الدورة التاجية للقلب، بمعنى كمية الدم التي تغذي عضلات القلب غير كافية لسبب أو لأسباب عدة. قد تكون هذه الأسباب العديدة، منها ارتفاع ضغط الدم، منها ارتفاع في نسبة دهون الدم، قد يكون تضخم في عضلة القلب، قد يكون زيادة في ضربات القلب، قد يكون صاحب هذه الأعراض كلها مريض بداء البول السكري، لأن هذا البول السكري هو مرض وليس عرض، وقد يصيب الإنسان بعدة مضاعفات، منها زيادة نسبة الدهون في الدم التي تترسب في الشرايين والشعيرات الدموية وتؤدي إلى قصور في كمية الدم الذاهبة إلى القلب كعضلة، ثم تؤدي بعد ذلك إلى مضاعفات الذبحة الصدرية التي تترجم على شكل آلام حادة وشديدة بالصدر، بنسميها كده ضل إكبين in the sternal area، بمعنى يعني واحد يقول لك والله زي حاسس طوبة على صدري كده هو، وقد تنتشر إلى الذراع الأيسر، وقد تنتشر إلى الفك الأيسر، وقد تنتشر إلى الخلف، وقد تنتشر أو تؤد إلى منطقة المعدة. وكثير من المرضى يأتي بألام في فم المعدة ويشخص ذبحة صدرية نتيجة انسداد في الشريان الذي يوزي منطقة القلب الخلفية. إذن هذه الأعراض هي عبارة عن ظهور آلام شديدة سواء بمجهود أو من غير مجهود، وهذه تسمى ستيبل أنجينا أو أن ستيبل أنجينا. كل في هذه الحالتين هي عبارة عن نتيجة وجود ضيق في الشريان التاجية أو انسداد في الشريان التاجية، يؤدي إلى هذه الأعراض شديدة الآلام، يؤدي إلى العرق، يؤدي إلى الخمول، يؤدي إلى القيء. قد يلجأ المريض إلى الطبيب في التو والسرعة والحال، فيتم إنقاذه بإذن الله من خلال دخوله على العناية المركزة أو من خلال إعطاء أدوية مؤقتة، ثم عمل أبحاث دقيقة بعد ذلك لكي نرى هل هناك ضيق أو نرى هل هناك انسداد، ثم نقوم بالعلاج الرئيسي، سواء نذيل هذا الضيق من خلال ما يسمى بالدعامة الطبية أو من خلال عملية تسمى الكبج اللي هي بنسميها زي قنطرة وريدية أو قنطرة شرانية لنغذي عضلات القلب من هذا الانسداد، أو بطرق أخرى عديدة إن شاء الله، ويكون المريض قد تم شفائه ومتابعته للطبيب. شكرا. أنا جايبة لكم تقنية اسمها تقنية الماستر. التقنية دي عبارة عن جهاز بيشد البشرة وبيعمل على نضارته، بيشد منطقة العنق، بيتركب على العنق للناس اللي عندهم منطقة العنق اللي هي اللغد، بيعمل على شده بدون حقن بدون عمليات، ولكن بيبقى زي سلسلة جلسات بتتحدد بعد الفحص، وبيتعمل على البشرة والرقبة.
كنت وصورتها لكم، وتعالوا بقى معايا نشوفها مع بعض. اليوم عندنا جلسة جديدة ومميزة للعناية بالبشرة ومنطقة الرقبة بتقنية المسترنك. الجهاز بيعمل بتقنية الاهتزازات وتقنية الضوء الأحمر اللي بيساعد على تقليل الخطوط الدقيقة في الرقبة عن طريق إنتاج الكولاجين والإلاستين المهمين بعملية الشد. الجهاز كمان بيعمل على إعطاء نضارة للبشرة عن طريق زيادة الدورة الدموية، وكذلك بيساعد على استرخاء البشرة. هنبدأ بخطوات تنفيذ الجلسة، اللي هي حتكون عبارة عن أول حاجة وضع الملك على البشرة لإزالة الشوائب وتنظيف فقاعي المكياج. الخطوة الثانية بعد إزالة الملك من البشرة، حنقوم بوضع التونر لتهيئة البشرة لاستقبال المادة. بعد وضع التونر حيتم وضع السكراب لإزالة الخلايا الميتة من البشرة، وبتم كمان عمل تنظيف عميق للبشرة في حال احتاجت البشرة لإزالة رؤوس سوداء وزيوان. بس في حالة إن البشرة ما كانت تحتاج، حنبدأ بوضع الجهاز مباشرة. الجهاز حنعمله على منطقة الرقبة والبشرة لمدة 7 دقائق، وهي كافية جدا. الجلسة هذه ممكن تنعمل من مرة لمرتين في الأسبوع على حسب حاجة البشرة. وبيتم طبعا كمان متابعينا وضع جل الشد على منطقة الرقبة قبل وضع الجهاز عشان تعطي فعالية أكثر للجلسة. يتم الآن وضع جل الشد للبشرة. يفضل استخدام منتجات العناية المنزلية للبشرة مع هذه الجلسات. الجلسة هذه متابعينا مناسبة لكل الأعمار.
من 14 سنة وما فوق. حيتم الآن وضع الجهاز على منطقة الرقبة. جهاز المستر ريكس زي ما قلنا سابقا بيعمل بتقنية الليد والاهتزازات. الـ LED حيعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين واللاستين في البشرة، والاهتزازات الموجودة في الجهاز بتعمل على تنشيط الدورة الدموية. اللي بيساعد على نضارة البشرة واسترخاء البشرة. يتم استخدام تقنية الاهتزازات على كامل الوجه والرقبة. نتائج الجلسة جدا ممتازة. بالنسبة لعدد الجلسات اللازمة لهذه الجلسة بيتم تحديدها مع المختصة بعد الكشف المجاني وعلى حسب الحالة. بعد ذلك، بعد وضع الجهاز لمدة 7 دقائق على البشرة، يتم إزالة بقايا الجل ووضع كريم مرطب. حيتم كمان وضع الجهاز على منطقة الفي لاين للحصول على أفضل النتائج في حال العميل كان لديه ذقن مزدوج. حيتم وضع الجهاز لمدة 7 دقائق
تقنية الضوء الأحمر والأزرق طبعا زي ما قلنا بتساعد على تحفيز الإنتاج الكولاجين والإلاستين لعملية الشد. حيتم إزالة الجهاز وتنظيف البشرة من بقايا الجل. طبعا الجهاز بيوضع لمدة 7 دقائق على الرقبة وعلى منطقة الفي لاين. بعد كده حيتم إزالة الجل الزائد ووضع كريم مناسب لطبيعة البشرة. مع عمل مساج للبشرة للاستفادة الكبرى. إزالة الجل جل الشد من البشرة يتم وضع كريم مناسب للبشرة وعمل مساج للبشرة. نتائج الجلسة جدا ممتازة وممكن تلاحظيها من بعد أول جلسة. سؤال عن البولي السكري، ما هي أسباب كثرة التبول وشرب المياه؟ تعالوا بينا نشوف رد دكتور علي على السؤال إيه؟ نتحدث اليوم عن مرض البول السكري، وهذا المرض كثير الانتشار، هو في الغالب وفي غالبية الأحوال هو مرض وراثي له جين متخصص في إظهاره، وقد يكون الجين ظاهرا ويولد الطفل ببول السكري، أو قد يكون الجين مختبئا ويطول ظهوره حتى لا ترى أعراض هذا البول السكري. هذا البول السكري عبارة عن زيادة في نسبة سكر الدم واللي هو الجلوكوز، نسبة الجلوكوز اللي ما تتعداش 120 ميلي جرام غالبا في الحالات الصيام أو في الحالات العادية العشوائية، يعني إذا تعدت 140 ميلي جرام يبقى نحتمل أن يكون هناك سكر. والسكر هو مرض، هو عارض لمرض، بمعنى إذا احترمت هذا العرض فيمر مرار الكرام، وإذا لم تحترم هذا العرض فقد يؤدي إلى كثير من المضاعفات. وعشان نكتشف البول السكري هم ثلاثي بنسميه بوليوريا بوليديبسيا بوليفيجيا، بمعنى زيادة في شرب المياه، زيادة في إدارة البول، زيادة في وجبات الأكل. وأولى هذه العلامات يشكو المريض من نشفان في الريء، يشكي المريض أنه نقص في وزنه، يشكي المريض بأنه يذهب إلى الحمام أكثر من مرة، يذهب إلى الشرب الماء أكثر من مرة، يأكل كثير ولا يظهر عليه، يأكل كثير وينقص وزنه. فهذه دلالات تشير إلى وجود مرض البول السكري. فبالتحليل الدم وتحليل البول وتحليل الدم التراكمي علشان نرى هذا المريض هل عنده بول سكري من حوالي 3 شهور أو من حوالي أسبوع أو من حوالي شهر أو في التو والحال، وهذا المريض أن يوضع تحت الاختبار وأن يوضع تحت المتابعة الطبية حتى نتحاشى وجود المضاعفات التي تؤدي بحياة المريض، وهي مضاعفات أكثر منها أعراض. فمثلا ما قلنا الريتينوباثي نيفروباثي دي عند نيروباسي يعني ريتينوباسي نيفروباسي اتمينز معنى إصابة العين، إصابة الكلية، إصابة الأعصاب الطرفية سواء الطرفية أو المركزية أو الأوتونوميك نيرفس سيستم الجهاز العصبي اللا إرادي، قد يصاب بأعراض لا يمكن أو يصعب علاجها. فبالتالي ننبه أن يحترم المريض أعراضه، أن يحترم المريض زيارته للطبيب، أن يحترم المريض كشوفاته المتعددة والمترتبة كل 6 شهور كل 3 شهور لفحص ثقة العين، لفحص وظائف الكلية، لفحص دهون الدم، فبالتالي يتحاشى مضاعفات هذا المرض ويمر مرور الكرام بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع حلقاتنا صحتك مع مروى غنيم. تحدثنا في السابق عن أمراض القلب تحت عنوان الزبعة الصدرية، ثم تحدثنا عن أمراض الغدد الصماء وهي البول السكري، ثم تحدثنا عن أمراض الكبد، ويعني بندي كده شورتات قصيرة أو شورتس قصيرة كده هو للمعلومة، ولكن التفاصيل مطلوبة. إذا وجهت إلينا سؤال سنجيب على هذا السؤال. اليوم سنقوم بالمفاصل والتهاب المفاصل. فطبعا التهاب المفاصل ده بيبقى نوع من أعراض ونوع من علامات وجود التهاب موجود، سواء هذا التهاب بكتيري، التهاب صديدي، التهاب درني، التهاب بكتيريولوجي، التهاب فيروسي، جيني. يعني بعض الأحيان جينات تصيب الإنسان بأمراض نسميها سيستميك ديزيز، زي مثلا روماتويد. لو أن روماتويد أرثرايتس، هي في الأصل دلوقتي كان زمان بنسميها روماتويد أرثرايتس، ولكن الآن بنسميها روماتويد ديزيز، بمعنى أن ميني سيستمز والبي أفكتد. فمن ضمن هذه السيستم اللي هو الجهاز المفصلي أو الجهاز الحركي اللي بيعبر نفسه عن وجود المفاصل. هذه المفاصل سواء المفاصل الصغيرة أو المفاصل الكبيرة أو المفاصل المتوسطة، سواء المفاصل الطرفية أو المفاصل السنترال وان. فيعني من خلال وصفنا للمفصل ومن خلال وجود الالتهاب أو وجود الاحمرار أو وجوده في جهة واحدة أو وجوده في عدة مفاصل يؤدي بنا إلى هذا التشخيص. مع الأبحاث مع الأشعاعات نؤدي في النهاية إلى تشخيص هذا المرض. الالتهاب المفصلي قد يكون نتيجة جينات وراثية زي الروماتويد، قد يكون نتيجة الإصابة بالدرن، قد يأتي إصابة بالبكتيريا، قد يصيب بالفيروس. فإذا بالتالي اكتشافه ثم تشخيصه ثم أبحاث الانفستيجيشنز اللي هي تؤكد أو confirm our diagnosis will be started the medicine اللي هو بنسميه radical medication أو العلاج الكلي أو العلاج العرضي على حسب تشخيص الحالة. وإن شاء الله نراكم في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أكون فدتكم في الأسئلة والأجوبة اللي قدمتها لكم اليوم، واستنوني في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروى غنيم بأسئلة جديدة وأجوبة جديدة ونصايح جديدة في مجال الطب والتجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.